أمام نافذة مكتب الصرافة ينتظرنا بترقب وصول حوالات مالية، مشهد سيبدو مألوفاً لو كان خارج أسوار هذا المكان، لكن هن زوجات مقاتلي داعش، وهذا مكتب صرافة داخل مخيم روج الذي يأوي عائلة التنظيم وجلهم من الأجانب. تسمح قوى الأمن في المخيم التابعة للإدارة الذاتية شمال سوريا لمكاتب صرافة بالعمل داخل مخيمات الدواعش تحت رقابتها لإيصال مبالغ مالية للمقيمين هنا والذين يقولون إنها من أقاربهم لمساعدتهم على تكاليف الحياة. من وين الحوالة؟ مالدي. من عائلتك؟ نعم. أمي. أمك؟ نعم. كم عادة ترسل لك؟ ممكن 500 هيك. 500 دولار؟ نعم. شهريا؟ إيه شهر. يمكن لكل عائلة داخل المخيم تسلم ما بين 300 و600 دولار أمريكي شهرياً. رسمياً يقول القائمون على المخيمات إن الأموال ترسل من إدلب التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا أو من داخل تركيا نفسها. هلا المصادر الأموال كلياتهم من أهاليون عم يجون، أهاليون موجودين بإدلب، أغلبيتهم كلياتهم موجودين بإدلب ومن تركيا، ويلي خارج نطاق دولة تركيا أو من إدلب كمان بعض الأهالي منهم بيبعثوا على تركيا، من تركيا بيبعثوهم لهم معنا، أو من تركيا على إدلب ومن إدلب كمان بيجوا لهم. لماذا تركيا دائما؟ تركيا كلياتهم هلا ما بعرف، يعني هي أساس المقر هي بتركيا. السماح بوصول الأموال لعائلة التنظيم يبرره المسؤولون هنا بأسباب إنسانية، فمساعدة المنظمات الإغاثية غير كافية لسد احتياجات العائلات اليومية، لكن الخطير عدم قدرة أحد على تحديد أو تتبع مصادر التمويل. تضمنوا أنها مش من داعش؟ هلا اضمن انه مو من داعش، مثلا في 100 طريقه داعش بتقدر تحول، هي بالاساس اذا عم يجي من مناطق يلي هي تحت سيطره جبهه نصره، وجبهه نصره وداعش وهي كله وجه من عمله واحده، يعني ما يعني ما فيك تسبش. نجحت نساء التنظيم في مخيمات شمال سوريا مرات كثيره على مدار السنوات الماضيه في جمع الاموال عبر حملات تبرعات باسماء مشفره في منصات ماليه، كما يحصلن على مساعدات مالية من متعاطفين مع داعش، والغطاء الأبرز عائلتهن. بعد التحقيق والدراسة عن هالوضع، الأغلبية لأنه في بعض التواصلات عن طريق الهواتف وبشكل علني أنه نبعث هالمصاري للأخوات الموجودين اللي يقاومون ضمن المخيم حتى يقوم بتربية أولادهم بشكل أفضل، وعن طريق هالهواتف يجون توجيهات يعني هالأموال كيف يتصرفوا فيها. أما الغاية فتمويل محاولات هروبهن أو شراء أسلحة أو حتى شراء ولاءات النازحين واللاجئين داخل المخيمات. معلومات أوصلتها الإدارة الذاتية للتحالف الدولي ضد داعش ودول غربية. تم اتخاذ بعض التدابير بالفترة الماضية، فقط يتطلب عمل مستمر لأنه يعني بلكي بعض البنوك تم كشف عنهم، أما بحاولون يغيرون لبنوك أخرى أو لمصادر أخرى. مصادر من داخل مخيم الهول رفضت الإفصاح عن هويتها، كشفت أن خلايا داعش هددت عمال إغاثة محليين يعملون مع منظمات دولية إما للحصول على أموال منهم أو لإجبارهم على مساعدتهم في تهريب أشخاص من داخل المخيم. فالتمويل والترهيب وفكر التنظيم المتشدد أدوات يحافظ عليها استمرار بقائه وإن كان ذلك في المخيمات أو السجون. سارة بن عيشوبة، العربية، من شمال شرق سوريا.